Then, carcinoma of the breast, while importance of carcinoma of the breast is present, the most common cause of death in the middle-aged woman, the most common cause of death. One in nine women will develop a breast cancer during their lifetime. Any age may be affected, but usually rare below the age of 30 years. Why? الموضوع اللي حكينا لكم على المحاضره السابقه انه ليش السي اي بريس مور كومن ان اولد ايج بينما هو هرمونال ريسبتر يعني هو هرمونال ديبندنت يعتمد على الاستروجين والبروجسترون ليش مور كومن ان اولد ايج 1 ان 10 بريست لامب ويل بروف تو بي مالجننت وات ار ذا ايتيولوجي اوف ذا بريست كانسر ليش هاي الفيميل يصير بيها بريست كانسر وهاي الفيميل ما يصير اكو predisposing factor هاي predisposing factor of the CA breast اللي احنا راح نحكي نذكرها من ناخذ history من البيشنت لذلك من اقول لك triple assessment من البيشنت او الواحد الهيستوري الهيستوري هو هنا الموضوع انه اعتمداني من ناخذ history اسال direct question to the patient الكونديشن that is increase او الكونديشنز that increase the cause او الايتيولوجي of the CA breast لذلك انا اول ما اسال الايج مو بعد النيم اجي الايج امبورتنت ايتيولوجيكال فاكتور فور سي اي بريست جينيتيك فاكتور شنو الجينيتيك فاكتور اسالها اكو احد بعائلتي صار عندها هذا الديزيز او جين كارج اللي هو براكا 1 براكا 2 هاي جينز اوتوسومال دوميننت جينز تنتقل من عن طريق الاجيال فالبيشنت لما نسوي لهم جين اسسمنت ونشوف انه براكا 1 براكا 2 عندهم بوزيتيف معناته انه ذولا مور لايبل تو جيت سي اي بريست زين هرمونال فاكتورز شنو هرمونال فاكتورز الهرمونال فاكتورز يعني بيشنت اكسبوز تو ذا استروجين احنا قلنا هو ذا سي اي بريست مور جوز وذ ذا هرمون ريسبتورز او هرمون ديبندنت فإذا patient تأخذ استروجين خاصة البوست مينوبوزال معناته أنه أنا دا زيد الإفكت of the CA breast to the استروجين زين جندر شنو جندر يعني ميل ميل فيميل الميل هو الفيميل are more common than the male يعني الفيميل اللي عندها 100 time more common than the male ليش؟ لأنه high level of the استروجين مينارك and مينابوز سجل الكاميرا مالتش مفتوحه سجل بابا المينارك عند المينابوز المينارك يعني اسال البيشنت انه انت يابا من اي وقت اجت المينارك وباي وقت صرتي مينابوز هاي اللونج ديوريشن بيريد اور شورت ديوريشن بيريد هاي مور افكتد باي يعني يسوي مور اكسبوجر تو ذا استروجين اند مور لابل تو جيت مالجنسي بارتي حسالها ديورنج هيستوري متزوجه قد عندك اطفال هرمونال ريبليسمنت ثيرابي انت من صار عندك مينابوز صار عندك يعني صار عندك يعني سيمبتومز مال مينابوز الومان اللي هي يعني الانكزايتي وال يعني اكو سيمبتومز انت تاخذها بالنساء مال بوست مينابوز ومن بعض الاحيان تفوت البيشنت سايكولوجيكال بروبلم فيعطوها استروجين ريبليسمنت هذا الاستروجين ريبليسمنت راح يزيد تشانس فور مالجنسي بعد اذا بيشنت عنده بينين بريست ديزيز شنو البينين بريست ديزيز؟ يعني واحده مثلا عندها فيلويد تيومر لو جريد هذا بقيه فتره طويله يصير هاي جريد ويصير مالجننت لارج او جاينت فايبر ادينوما فور برولونج ديوريشن ميك جيت 2.6 اوف يعني تشانس فور مالجننسي راديشن اكسبوجر اسال المريضه انه انت ماخذه راديشن ديورينج فيتال لايف اور قصدي يعني ديورينج تشايلد هود الادولسنس لانه هذا راح يسوي لي انكريز بالانسيدنس اوف ذا سي اي بريست فهاي بريديسبوزنج فاكتور لكن احنا من نقول بريديسبوزنج فاكتور مو معناته انه بيشنت من اخذت لي هرمونال ثيرابي انه راح تصير مالجنسي ولا بيشنت معناته بيشنت من اخذت راديشن صار عندها مالجنسي وانما هاي انسيدنت ايتيولوجيكال فاكتور ذات مي كوز انكريز ذا تشانس تو جيت سي اي بريست زين What are the site of the CA breast? يعني the patient جت لي وقالت لي دكتور I have a breast mass. من تقول لي breast mass how to manage her according to the triple assessment
انت بالاكزامينيشن من بالاكزامينيشن اشوف الماس وين. اذا بالابر لاترال هاي مور جوز وذ مالجنيشن 50% اوف سيبرس لوكيتد ان ذا ابر لاترال كوادرنت. ليش؟ واي ات ذات سايت مور كومن بيكوز اوف دنس بريست تيشو. فكل ما يزيد البريست تيشو كل ما يزيد التشانس فور مالجنسي. وهنا عندي التيل اوف ذا بنكرياس التيل اوف ذا بريست ايضا. وراها يجي الابر ميديال لور لاترال اند لور ميديال. النبل او السنترال 18% اوف cases will be occur at the central lab, nipple and the area. شنو الباثولوجي مال سي اي بريست؟ انا ايش عندي بالبريست؟ عندي لوبس وعندي داكس. فعندي تو تايب اوف مالجنسي، اما مالجنسي ارايز فروم ذا داكس يسموه داكتال كارسينوما، او تيومر ارايز فروم ذا ستروما اور لوبيولز سيلز لوبيلار كارسينوما. فالدكتال كارسينوما ولوبيلار كارسينوما كل واحد بيهم بدكت كارسينوما ان ساتشو او انفيزيف دكت كارسينوما. الفرق بيناتهم انه الدكت كارسينوما ان ساتشو والانفيزيف دكت كارسينوما انه هذا الدكت كارسينوما ان ساتشو انه المالينجن سيلز بعد ينوت ترانسميت او انفيد ذا بيزمنت ممبرين. فاذا نوت انفيزمنت انفيز ذا بيزمنت ممبرين معناته انه هاي دكت كارسينوما ان ساتشو. فالمالجنسي اذا الدكتال كارسينوما السيلز اللايننج ابيثيليوم مال الدكت كل احتمال maybe get malignancy from the beginning to the tail او to the terminal duct of the lactiferous duct may get malignancy. فعندي two type الدكت كارسينوما واللوبلر كارسينوما. الدكت كارسينوما pathologically اكو كارسينوما in situ واكو invasive دكت كارسينوما، وكذلك اللوبلر لوبلر كارسينوما انساجو اند انفيزيف لوبلر كارسينوما. لذلك التايبس هو دكت كارسينوما لوبلر كارسينوما 15%، فالموست كومن هو دكت كارسينوما 85% لوبلر 15%. لكو انذر تايبس اوف برايمري مالجنسي اللي هو انفلاماتوري كارسينوما البجت ديزيز اقل انسيدنس. زين اجتني بيشنت سي اي بريست ماس وموجود سي اي بريست، بنبدي افحصها اخذ التربل اسسمنت هيستوري كلينيكال اكزامينيشن. بديت بالكلينيكال اكزامينيشن بديت يدي على الماس لقيت ذير از ا ماس، ابدي اسوي كاركترستيك اوف ذيس ماس. شنو الكاركتر مال الماس هاي؟ السايز مالته السايت الايج هارد سوفت ريجولار ايج ريجولار ايج اتاتش تو ذا سكين نوت اتاتش تو ذا سكين اتاتش تو اندرلاين ستراكشر اسوشيتد وذ ذا نيبل ديسشارج اسوشيتد وذ ذا نيبل ريتراكشن. بعدين ابدي امدي دي وين؟ امديدي على الابسيلاترال اكسلري فنود اشوف اكو بالبابل نفنود او نون بالبابل نفنود. اذا بالبابل نفنود راح ابدي اسوي له ديسكريبشن كم وحده هاو ماني لفنود انلارجمنت. اللفنود انلارجمنت هي هارد لو سوفت ماتت توجذر اور سيبريتد. هاي شو وين اعتمد بعدين شو اسوي له؟ راح اسوي له ايماجينج ستدي اللي هو تشيس اكس راي، احتمال اسوي سي تي، احتمال اسوي له بيتا سكان. هاي كلها على مود اشوف السبريد دي وين واصل للديزيز. واكوردنج تو ذا سبريد راح اشوف الستيج مال البيشنت، واكوردنج تو ذا ستيج اوف ذا بيشنت راح اشوف هذا البيشنت ايش قد راح يطول ولا ايش قد راح يموت. يعني اوكي لوكال. فاول سبريد وين يروح؟ يروح لوكال. لوكال شنو يعني؟ يعني انفيد سراوندينج ستراكشر. اذا يطلع انتيريرلي راح يروح وين؟ للسبكوتينيوس تيشو راح يسوي انفولفمنت اوف ذا سكين. اذا ينزل ديب وين يروح؟ يروح يسوي بيكتورال يسوي انفيد تو ذا بيكتورالس fascia and the pectoralis muscles surround to the chest wall. The lymphatic يروح to the axillary lymph node. The axillary lymph node احنا قلنا 6 groups. اخير شيء الابيكال تروح to the subclavian and subclavian تروح to the mediastinal lymph node وتروح لل opposite axilla. عن طريق البلاد ينتشر. يروح spread through the blood. وين يروح؟ CIA press most commonly go to the lung. وبعدين يروح للليفر. بعدين نروح للبون، البون والفيرتبرا. هنا المشكلة إنه البيشنت دائما complaining from the back pain back pain back pain. لما تسوي تلقى osteolytic lesion lytic type of bone metastasis هو lytic lesion يعني ينخر العظم. فمرات البيشنت يشوف إنه هو ده يمشي صار عنده fracture pathological fracture يسموه. زين فالبيشنت لما تجيكي عاده سي اي بريست شنو الكلينيكال فيتشر تجيك؟ الموست كومن موست كومن هو بريست ماس. قد تجيك
associated with nipple retraction. قد تجيك with the nipple discharge, for the nipple discharge. قد تجيك مثل complaining from eczematous like lesion of the nipple, Paget disease. بس the most common هم يجوك patient complaining from the breast mass. يقول لك دكتور حسيت عقدة بالثدي. زين شنو بيود اورنج؟ بيود اورنج هو اللي بيشبه البرتقال. هنا المالجنسي لما يبدي يصير بانفيزيف عن طريق الليمفاتيك بيرميشن يروح عن طريق الليمفاتيك فيزلز. فش يسوي؟ يسوي لي ابستراكشن اوف ذا ليمفاتيك سبكوتينس ليمفاتيك تيشو. راح يصير ادهرنت السكين تذر تو ذا سويت جلاند ما يصير بيها سوالينج فيعطيني ابييرنس اوف بيود اورنج due to the lymphatic subcutaneous lymphatic obstruction and adherent skin to the sweat gland. اكو another condition يسموها lymph edema of the epithelial hand. يعني patient عنده advanced CA breast, right breast. We had bowel examination of the hand, يشوف ال hand swelling or enlargement. شو يسموها؟ يسموها lymph edema. هذا احتمال يصير during يعني preoperative due to the invasive of malignancy to the lymphatic drainage أو lymph node, axillary lymph node و obstructed lymphatic drainage. فتصير lymph edema, enlargement of the hand. أو قد يكون يصير postoperatively. Postoperatively ليش؟ يصير يا أما due to excessive removal of the lymph node أو due to recurrence أو due to the fibrosis, postoperative fibrosis صار ايش يسوي لي؟ يسوي لي obstruction to the lymphatic vessels. فهذه يسموها lymph edema of the breast. طبعا هنا التريتمنت لما تجي patient post operatively يصير عندنا انه swelling صاير نسوي bed rest و elevating the hand و يعني careful care of the hand. ليش؟ لانه easy to get infection lymph edema. زين شوف هاي البيكتشر بيود اورنج. بيود اورنج يعني هسه اسوي اخفاء هاي المنطقه مثل البيود اورنج مثل القشره البرتقال. وهي ايضا تصير وين؟ بالكرونيك انفلامي ابسس. بالكرونيك ابسس هم تعطيني نفس الكاركترز. هاي انذر بيكتشر. زين هسه هنا راح نجي البروجنوستيك فاكتورز. طبعا احنا اكو موضوع يعني شويه مهم وهذا نحكي لكم اياه يوم الخميس ان شاء الله بالمحاضره يعني مو هاي المحاضره الالكترونيه الكلاوات هو الكوميونيكيشن سكيلز. انه انا البيشنت لما تجيني داتا اف ان اي مسوي لها هيستوري وكلينيكال اكزامينشن دزيتها اف ان اي سي وجاني يقول لي يابا هذا ترى مالجنسي انفيزف داكت كارسينوما او داكت كارسينوما هاو تو تيل ذا بيشنت. شو راح تقول للمريضه؟ شو راح تخبرها بالموضوع؟ شو راح تقولها انه وراك يصير كذا وكذا وكذا؟ هاي شويه فيري فيري ديفيكولت كلش مهمه. هاي يسموه كوميونيكيشن سكيلز اللي راح نحكي يوم الخميس ونحكي لكم انه هاو تو ديل وذ باد نيوز. هاي يسموها باد نيوز. زين فاني لما بيشنت اجتي وعندها سي اي بريس وسويت لها هيستوري وكلينيكال اكزامينيشن وشيكت المريضه وعرفت الستيج مال المريضه اريد اشوف البروجنوستيك فاكتور. البيشنت شلون تسالني يا دكتور احنا بعد من الكوميونيكيشن راح اقول يا يو هاف سي اي بريس شلون تسالني؟ تقول لي دكتور وبعدين هاو تو مانج اند واللي هايلي يعني educated patient يجي وخاصة يعني بالدول الخارجية بالاكزامينيشن مال ام ار سي اس شفناه انه يسالك يقول لك دكتور ايش قد باقي لي اعيش؟ هنا هذا السؤال المهم انه ايش قد باقي لها تعيش؟ هاي تعتمد على البروجنوستيك فاكتورز انه وين واصل البيشنت يا ستيج. فشنو البروجنوستيك فاكتورز اوف ذا سي اي بريست؟ اهم بروجنوستيك فاكتور هو الاكزيلاري ليمف نود ستيتس. الاكزيلاري ليمف نود ستيتس يعطيني انه البيشنت هذا واصل يا ستيج. التيومر جريد شنو تيومر جريد؟ الاكتيفيتي اوف ذا سيلز المالجنت سيلز هل هي هايلي اكتيف؟ رابيد بروجريس رابيد يعني يصير بها ديفيجن. التيومر سايز يمتى جت البيشنت وشيكناها بالايرلي يعني التيومر سايز ليس ذان 2 سي ام لو واصل ل 10 سي ام. اكو بروجنوستيك فاكتور يسموه نوتنغهام بروجنوستيك فاكتورز اللي هو شنو كالكوليتد 0.2 نضربه بالدايمتر زاد الجريد زاد النودل ستيس ونشوف البروجنوستيك فاكتور اللي هو من 1 الى 3. طبعا اذا 1 جود بروجنوستيس اذا 3 باد بروجنوستيس. اكو انذر بروجنوستيك فاكتورز مثلا مش قد انفيجن الليمفوباسكولار انفيجن هو الهرمون التيومر هذا اللي هو هرمون الريسبتر بوزيتيف اور نيجاتيف يعني يعتمد على الاي ار والبي ار لو ما يعتمد عليه على السيلز موجود الهير 2 فاكتور لو ما موجود هاي انذر بروجنوستيك فاكتورز. زين
شنو الانفستيجيشن اللي تسويها انت لهذا البيشنت وذ سي اي بريست؟ انا مسوي له تربل اسسمنت بس اكو جنرال انفستيجيشن اشوفها. الجنرال انفستيجيشن انا متعتمد ايضا اوصل انا لي وين بيا ستيج هذا وشنو البروجنوسز مالته. مثلا فاستنج يعني كومبليت بلاد تكشر هاي مو اف بي يعني سي بي سي اشوف الكومبوننت اوف بلاد اشوف ليفر فانكشن تيست الليفر متعدي كلش لو لا اذا صاير بي ميتاستاسيس تشيس اكس راي واصل لللانج ولا ما واصل ايزوتوب بون سكانينج انا سويت البون سكان اشوف اكو ليجن واصل للفيرتبرا للفيمورال بون واسوي ليفر الترا ساوند هاي كلها انفستيجيشن كلش اخر شيء ساعدنا شنو البيتا سكان خلاص البيتا سكان ادز البيتا سكان راح يطلع لي شكو سيل مالجنسز موجوده على البدي تعرفون شنو البيتا سكان بيزيترون ايميشن تكنيك توموغرافي هذا شنو البيزيترون ايميشن توموغرافي بيت سكان اللي هسه يسووه مثلا بمراكز الفتح بغداد وبالنجف وعلى اساس احنا ان شاء الله بالناصريه على اساس يفتحوها والفحص مالته يكلف حوالي 8 اوراق 10 اوراق 12 ورقه كانوا قبل العراقيين يروحون لبنان يسووه هذا هنا يعتمد على الجلوكوز الايونايز جلوكوز راح ننطيل البدي النيوكليير والمشكله هذا بشغلات النيوكليير لانه يعني الفضلات ما تلازم تنذهب بمكانات مثل النيوكليير بام فلما ندز ننطي هذا الريونايز او الجلوكوز المالجنس سيلز لانه هايبر اكتيف راح تاخذ مور جلوكوز بنسوي بيكتشر لهم راح تطلع شكو سيلز مالجنس سيلز موجوده بالبدي راح تعطيني دار او تعطيني في صبغه خاصه لانه ماخذ هاي دوز اوف ذيس ريونايز جلوكوز فيسموه بيتا سكان زين الستيجنج اكوردنج تو ذا تي ان ام شنو تي ان ام تيومر نود ميتاستاسيس تيومر يعني تي هو على التيومر هذا التيومر يعتمد على السايز تي 1 less than 2 cm تي 2 to 5 تي 3 5 10 تي 4 شنو تبع على تي 4 التيومر مور ذان 10 cm and any size of the tumor that invade the skin واضح يعني 2 cm invade the skin صار 2 4 راسا تي 4 الليف نود عندي ان 1 2 3 الان يعني N0 هو ما عندي نودل ميتاستاسيس N1 موبايل ليف نود N2 شنو فيكس ابسيلاترال اكزيلاري ليف نود ان N3 عندي سوبرا كلافيكولار ابسيلاترال ليف نود او كونترالاترال ليف نود N1 2 3 الام N0 M1 يا اما ميتاستاسيس يا اما ديس ميتاستاسيس عندي او ما عندي هاو تو تريت ذيس كيس خلاص انت هسه شخصت وقعدت وصار لك اسبوع تشخص بالبيشنت هاي دزيته سويت تربل اسسمنت سويت ايماجينج ستدي سويت هيستوباثولوجيكال ستدي كملتها وراها بديت اعالجها هاو تو تريت از ا جنرال از ا جنرال انت لما تريد تعالج بيشنت وذ سي اي بريس عندي لوكال تريتمنت وعندي سيستميك تريتمنت اللوكال تريتمنت انا اشتغل على الماس فالتريتمنت مالته يا اما سيرجري راح اسوي سيرجري اشيل الماس او البريست از جنرال يعني او وياها اضرب او بدونها اضرب راديشن راديشن والسيرجري وين تشتغل؟ تشتغل لوكال على الماس على التيومر واكو سيستميك تريتمنت السيستميك انا دانطي شيء للبلد يروح للجسم كله اللي هو اما كيموثيرابي يعني كيموثيرابي ايش راح انطي؟ راح انطي دراجز بالدرب واي في بالكانولا وراح عن طريق البلد شعل الجسم كله هذا الكيموثيرابي او شنو هرمونال ثيرابي هرمونال ثيرابي حبوب اخذ انت هرمون ايضا ياثر لي على البادي كله زين انت شنو الايم مال التريتمنت مالتك يعني انت لما تطير لوكال ثيرابي وهرمون وسيستميك ثيرابي شنو الايم مالتك تو كيور ذا بيشنت ما عندك تو كيور ذا بيشنت الايم اوف التريتمنت هو تو ريديوس ذا تشانس اوف لوكال ريكرنس اند تو ريديوس ذا ريسك اوف ديستال ميتاستاسيس هذا الايم مالتك to reduce the local, reduce or delay the local recurrence, or reduce or delay the metastasis. يعني لما تكمل البيشنت الراديشن والكيموثيرابي تيجي تسال الدكتور انا طبيت من المرض تقول حاليا المرض انت مسيطر عليه ما عندك ريكرنس لكن احنا ما نضمن الريكرنس يصير في اي لحظه اكو بيشنت افتر 10 15 years يصير عندهم ريكرنس زين التريتمنت هاي اللي تستخدم انت سيرجري أو تعطي هرمون ثيرابي تعطي كيموثيرابي تعطي راديشن هاي يعتمد على شنو
يعتمد اول شيء على السايز اند اللوكيشن اوف ذا تيومر بالبريست، يعتمد على الستيج. انت سويت ستيجنج للبيشنت، سويت لابراتوري تيست، وسويت من شفت وين الامور، وين واصل هذا البيشنت يا ستيج، يعني بالتيرمينال ستيج ما يحتاج اسوي له سيرجري، اعطيه بايلوت راديوثيرابي كيموثيرابي. الومن ايج البيشنت طبعا باليونج وومن تختلف عن المينابوزال وومن. الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت، يعني بيشنت تعبان وتايرد ومنتهي، ما اقدر اعطيها هذا التريتمنت الاجريسيف، اسوي له بايلوتيف. السايز اوف هير بريست، يعني لارج بريست وسمول تيومر، اقدر اشيل التيومر بس، بس اذا عندي سمول بريست ولارج تيومر لازم اسوي ماستكتومي. زين، فالميثود اوف تريتمنت عندي لوكال تريتمنت مثل ما قلت لكم سيرجري او راديشن، وعندي سيستميك ثيرابي اللي هو كيموثيرابي او الهرمونال ثيرابي. يعني اذا بيشنت مثلا ايرلي بريست كانسر، بعد اسوي له سيرجري، اسوي وايد لوكال اكسجين، اشيل الماس واشيل يعني التيشو سراوندنج او ديزايز تو باثولوجي، يقول لي الايج مال الماس فري، انت اقدر راديو ثيرابي لوكال راديو ثيرابي ويسموه بريست بريزيرفنج سيرجري. السيستميك وقلنا يعني كيموثيرابي او هرمونال ثيرابي. زين، شنو التايب اوف سيرجري؟ يعني انا بديت اشتغل يا بتاعي تحتاجين عمليه، راح تسالني تقول لي دكتور شنو التايبس اوف اوبريشن اللي راح اشتغلها؟ فشنو التايبس اوف سيرجري عندك؟ عندك اول ما تبدي هو يسموه لمبكتومي، وايد لوكال اكسجين، اشيل الماس واشيل 1 سي ام فروم ذا نورمال ايج، وديز هيستوباثولوجي راح يقول لي يا هذا الماس هو انفيزف ذات كارسينوما، الايج مالته فري، لازم فري. وياها انطي لوكال هرمونال ثيرابي، هذا ستيج 1 مثلا. او اسوي سمبل ماستكتومي، انه لارج تيومر وسمول بريست، اسوي ماستكتومي واسوي اكزيلاري ليف نود وياها ضروري. ضروري اخذ فور اكزيلاري ليف نود اديزها وياها ويا السمبل ماستكتومي على مود اشوف انفيزف لوكال انفيزف تو ذا ليف نود اور نوت. او اسوي الراديكال ماستكتومي اللي هي موديفايد راديكال ماستكتومي، مو الراديكال، موديفايد. وياها فالسيرجري عندي لمبكتومي، ماستكتومي او موديفايد راديكال ماستكتومي، هاي الثري تايب اوف اوبريشن سيرجري. يمتى تشتغل ماستكتومي؟ اذا عندي لارج تيومر وسمول بريست، اذا سنترال تيومر بنيت ذا نيبل او انفولف ذا نيبل، هاي لازم اسوي له ماستكتومي. مالتي فوكال تيومر مثل جاني يقول لي يا هذا اللوبيلر كارسينوما، لوكال ريكيرنس، انا شايل الماس وشايل لوكال ريكيرنس. بيشنت بريفرنس، بيشنت بريفرنس، يجي البيشنت يقول لك دكتور والله انا احتاج اسوي لي انه اشيله ما بقي اخاف. زين، الموديفايد راديكال ماستكتومي انه اشيل كل البريست تيشو والليف نود اب تو ليفل 2، بس ما اشيل البكتوراليس فيشيا مسلز، يعني حدي اللاند مارك مالتي والبكتوراليس فيشيا هاي اللي هنا واصل، بينما الراديكال ماستكتومي لا، اشيل البكتوراليس فيشيا واشيل المسلز واضرب واشيل التو نيرف اللونج ثوراسك نيرف. زين، بس الراديكال ماستكتومي ما نشتغلها، مو مثل يعني نشتغل بس الموديفايد راديكال ماستكتومي، لانه شفنا ما بيها منفعه، يعني اسوي موديفايد او اسوي الراديكال هو السيم البروجنوسيس بوست اوبراتيف بروجنوسيس اوف ذا بيشنت. زين، انت لما سويت العمليه سويت ماستكتومي، شنو الكومبليكيشن راح يصير؟ من اسالك شنو الكومبليكيشن اوف ماستكتومي؟ تقول لي اكو جنرال واكو لوكال، اللوكال اكو ايرلي واكو ليت. الايرلي بيشنت اول ما يطلع شو يصير عنده؟ نتوقع وند انفكشن، سيروما، هيماتوما، بوست اوبراتيف بين، لونج ثوراسك نيرف انجري، وينج سكابيلا. الليت كومبليكيشن هو الفينوس ثرومبومبوليزم دي في تي او ماندوروس ديزيز، ابر ليمب لمف اوديما مثل ما قلت لكم، لمف انجيوساركوما احتمال يصير، او يصير اكزيلر ويب باند اور سكار تيشو بالاكزيلر وراح يسوي لي لمف اوديما اوف ذا هاند. زين، اكو شيء احنا ايش قلنا؟ قلنا البروجنوسيس مو وين يعتمد؟ يعتمد على الاكزيلر، فالاكزيلر ليف نود فيري امبورتنت. اكو شيء انه طبعا هو من نسوي اكستنسيف ريموفال اوف ذا اكزيلر ليف نود، معناته انه البيشنت هاز سسبتبل تو جيت لمف اوديما، واللمف اوديما راح يسوي لي انفكشن. زين، انا اريد اعرف انه هذا الاكزيلري ليف نود دي انفولف لو لا. فلما اسوي سيرجري ماستكتومي اسوي سنتينال ليف نود. شنو سنتينال ليف نود؟ انه قبل لا اسوي سيرجري، قبل لا اشيل الماس، اجيب ميثيلين بلو واسوي انجكشن اوف ذا ميثيلين بلو اراوند ذا تيومر. فالليمفاتيك درينج اول وين ما يروح؟ يروح على الاكزيلري ليف نود. ف ذا فيرست axillary lymph node draining the tumor. هاي يسموها sentinel lymph node. اسوي لها excision واديزها
هيستوباثولوجي فروزن سكشن لسه ماني قاعد بعدني بالعمليه. فاذا خبرني ابو الهيستوباثولوجي قال لي يابا انفولف راح اسوي اكزلري كلينس اب تو ليفل 2. اذا قال لي نورمال معناته الاكزلري نود نوت انفولف، ما يحتاج بعد اسوي فاردر دايسكشن اوف اكزلري ريف نود. فهذا يسموه سنتناين ريف نود، سنتناين ريف نود سيرجري. واضح؟ زين. فالسنتناين ريف نود سيرجري، سنتناين ريف نود هو the first axillary lymph node that drained the tumor. شنو ال type of axillary surgery؟ عندي axillary sampling، إنه نأخذ sampling، كان نسوي mastectomy وأخذ four lymph node sampling. اللي هي minimally four lymph node أشيله وأديزه وأشوف إنه involved or not. Axillary clearance لا، راح أشيل ال axillary lymph node up to level two. اللي قلنا level one, two, three, level two هي behind pectoralis minor muscles. شوف هاي sentinel lymph node. اني بعدني ما شايل البريست، اسوي انجكشن اوف ذا ميثيلين بلو وادز وانتظر شويه، راح اسوي اكزيلاري من ابدي اشيل الماء البريست واشوف الاكزيلا ويتش ليف نود ار بكم يعني تيك بلو كلر، ادز اشيله وادز باثولوجي واشوفه انفولف اور نوت. هاي سنتيناين ليف نود، شوف انا واضحه. طبعا شنو الايم اوف سنتيناين ليف نود؟ فور فاردر تو بريفنت فاردر دايسكشن اوف ذا اكزيلاري ليف نود. هذا البروب اللي نستخدمه انا من سويت ليبلد مثل البلو، اجي مثل هذا البروب مثل الالترا ساوند امشي على الاكسلا، وين ينطيني سيجنال قويه معناته هاي المنطقه هنا موجوده الاكسلا، اروح اشيلها راسا. زين هسه انا لما سويت سيرجري ايش عندي بعد؟ عندي ادجوفنت سيستميك ثيرابي، هذا اللوكال الادجوفنت يعني المساعد، اما انطي هرمونال اور كيموثيرابي اور راديوثيرابي. الهرمونال شنو؟ انه دائما هذا التيومر هو شنو؟ هو هرمون ريسبتر، يعني ديبندنت هرمون، ديبند اون ذا استروجين بروجسترون، موست اوف ذا سيبرس هو هرمونال ديبندنت. زين استروجين وبروجسترون، انا اذا امنع الاستروجين والبروجسترون عن هذا التيومر راح اقلل الاجريسفنس مالته. فاستخدمه وين من موجود عندي الار بي ار بوزيتيف؟ شنو التايبز اللي استخدمه؟ التاموكسيفين انتي استروجين. طبعا هذا التاموكسيفين استخدم فور 5 ييرز، شافوا انه 25% يقلل لي اللوكال ريكرنس و17% 17% يقلل لي شنو؟ الانوال ريت اوف ديث. شوف ايش قد يقلل 17% بس 25% كل الهوسه اللي احنا نستعمل التاموكسيفين فور 5 ييرز. فتشوف السيج يعني بريست اجريسيف ديزيز. لذلك هسه بدات التوعيه وانه يابا السيلف اسسمنت examination، تعلموا الفيميل انه how to examine self examination of the breast early detection of the CA breast لانه مشكله. اذا دول مرات التاموكسيفين ما ينفع او مثلا التاموكسيفين patient ما ياخذه، ننطي another hormone هو luteinizing hormone releasing hormone agonist. هذا شو يسوي؟ يسوي suppression of the ovaries. طبعا قبل احنا شو نسوي؟ كنا احنا ما عندنا هاي الهرمون، قبل نسوي bilateral oophorectomy اشيل الاوفاريز على مود اخلص من الاستروجين. هسه لا، ننطي هاي الهرمون تريتمنت. الكيموثيرابي هنا طبعا هذا الدمار اللي خطي المريض تدمر به، اللي هو نستعمل 6 مانث سايكل كيموثيرابي، سايكلوفوسفامايد او ميثوتروكسيد اند 5 فلوراسين اند 3 كيموثيرابيك دراجز ننطي البيشنت. وهذا طبعا بي سايد افكت قويه كلش خطيه للفيميل يعني ديزاستر. وهم ايش راح يسوي لي؟ 25% reduction in the risk of relapse over 10 to 15 years. يعني أنا patient قلت لكم أول بار يعني قبل أسبوع جتني مسوي wide local oxygen breast mask wide local oxygen بالهند ومسوي local therapy وراديو ثيرابي ورا 10 years يعني after 10 years صار بيها recurrence سوينا لها oxygen biopsy طلعت recurrence CA breast ويا ماخذ كيموثيرابي وراديو ثيرابي بحيث انهارت لما عرفت انه البيشنت يعني رجعت recurrence وكلها خايفه مني انا من الكيموثيرابي خطيه. راديوثيرابي انه هاي اندز البيشنت الراديشن، احنا بالناصريه ما عندنا اكو مركز موجود بالعماره ومركز موجود بالبصره، ننطيهم 5 دايز فور 5 ويكس 5 دايز فور 5 ويكس لوكال راديشن فور 5 تو 6 ويكس يعني تقريبا. زين هنا محاضرتنا المحاضره الاخيره هي البريست ريكونستركشن ونسوي ديسكشن يوم الخميس ان شاء الله.